نجدت حمار اخرى مع حضراتكم مشاهدي الكرام في ختام ومسك ان شاء الله في هذه الفقره في غايه الامال، نتكلم فيها عن الامراض الخاصه بفصل الشتاء وكيفيه الوقايه منها. زي ما حضراتكم عارفين، مع دخول فصل الشتاء اللي بيبقى بدايه عام دراسي جديد، طبعا زي ما حضراتكم عارف من شهر 9 وبعد كده مرور 10 11 12 بتكثر العديد من الامراض المعديه الناتجه عن تناول بعض الوجبات الملوثه في المدارس، الامراض الفيروسيه الناتجه عن انخفاض ملحوظ في درجات الحراره نظرا لانتشار كثير من الامراض الفيروسيه واللي بيصيب بها الطلبة والطالبات، وممكن طالب واحد بيكون عنده دور برد أو إنفلونزا بيروح الفصل بيعد كل زملائه. عشان كده هنتعرف على كل هذه الأمراض، أسبابها إزاي، إحنا نقدر ناخد الإجراءات الوقائية كمان علاجها، ويكون عندنا جرعة تثقيفية للتعامل مع هذه الأمراض خاصة مع تكرارها في فصل الشتاء. عشان كده منورنا في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور المحترم لبيب عباس حافظ، أخصائي الحميات والأمراض المعدية، نائب مدير مستشفى حميات بني سويف. برحب بيك يا دكتور وتحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. في البداية كده للناس اللي عندها لبس في موضوع الأمراض الشتوية أو عدم الدراية الكاملة بالأمراض الشتوية، عرف لنا إيه أبرز وأهم الأمراض اللي بتصيب الأطفال وبتصيب البلد بشكل عام في فصل الشتاء؟ هو فصل الشتاء بيتميز بدخول المدارس عندنا، نعم، وبتكثر فيه الأمراض نتيجة إن الأمراض التنفسية بتنتقل أساسا عن طريق الرذاذ، نعم، والرذاذ طبعا في وجود زحام زي دخول فصل دخول المدارس ده بيؤدي طبعا لانتشار سريع للمرض. فهو ده اللي بيميز فصل الشتاء، ان احنا عندنا في تكدسات بتحصل مع امراض تنفسيه سهل انها تنتقل عن طريق التنفس. تمام، هي الفكره ان احنا نفهم طبيعه المرض وازاي نتعامل معاه عشان نقدر نحمي نفسنا. الفكره ان هي دي اغلب الامراض الشائعه في فصل الشتاء، هي امراض تنفسيه. امراض تنفسيه فيروسيه بتصيب الجهاز التنفسي، بتنتقل عن طريق الرذاذ اثناء العطس او السعال. تمام، فبالتالي سهل انتشارها، واحنا بنتكلم عنها لان بتصيب كل بيت، مفيش بيت في مصر مفيش حد عنده انفلونزا. تمام، وبالتالي هي مرض سهل ممتنع، رغم انه مرض بسيط لكن بيأثر على حركتي، بيأثر على شغلي، بيأثر على بيتي، ممكن العدوى كلها تيجي تاخد افراد الاسره كلهم. فبالتالي لازم ابقى فاهم طبيعه المرض نفسه وطبيعه الوقايه منه وازاي اتعامل معاه. طبعا من الاكثر الامراض اللي بتنتشر طبعا واهمهم هي الانفلونزا. صحيح، بتبان طبعا ان هي مرض بسيط. تمام، لكن هي مشكله كمان الناس بتتعامل بيه ببساطه، يا سيدي خد لك حبيتين من الصيدليه او لما نيجي نتكلم عن الانفلونزا الناس ممكن تاخد الموضوع ببساطه، يعني صحيح، شويه دور برد وهيعدي. صحيح، هو ممكن دور برد وبيعدي في اغلب الحالات، لكن في بعض الناس ممكن يعمل مضاعفات. صحيح، يعني مرض الانفلونزا نفسه لو خدناه على مدار التاريخ البشري حصل منه اوبئه قضت على ملايين. يعني في اعقاب الحرب العالميه الاولى سنه 1918 حصل وباء عالمي لمرض الانفلونزا، تسمى في الفتره دي الانفلونزا الاسبانيه، وده قضى على 50 مليون شخص. تمام، بعديها حصل وباء في سنه 1957 تسمى الانفلونزا الاسيويه، وده قضى على حوالي 1.5 مليون شخص. فيعني هي مرض الانفلونزا يبان ان هو كلمه سهله، احنا مش بنخوف ناس اكتر من ان هم ياخدوا بس بالهم احتياطاتهم، احنا بندي اهميه المرض نفسه. صحيح، يعني ممكن مرض يبقى بسيط ولكن ليه مضاعفات خطيره. تمام، عيب الامراض دي انها سهله الانتشار وبالتالي ممكن تحصل في صوره وبائيه. طيب عشان بس نطمن الناس اكتر يا دكتور، امتى اعرف ان المرض بسيط وامتى اشك ان المرض لا قدر الله مش بسيط ممكن يسبب معايا مضاعفات مزمنه؟ هي الفكره ان انا اعرف المرض، اولا ده مرض فيروسي. تمام، لازم ابقى عارف طبيعه المرض عشان احنا بنتعامل غلط مع المرض. مرض فيروسي بينتقل عن طريق الرذاذ سواء في العطس او في السعال. تمام، يبقى بالتالي ممكن اي شخص عنده انفلونزا ينقل للشخص، لو طفل في فصل هينقل للفصل كله، لو واحد في معسكر هينقل للمعسكر. صحيح، لو واحد في اي مكان مزدحم هينقل لبقيه الافراد. صحيح، تمام، فبالتالي لازم، انا ما رضيتش اصور على اسلم على المصور النهارده عنده برد. فهو الفكره ان هي الفئه اللي بيصيبها الفيروس نفسه فيروس ضعيف، لكن الفئه ممكن يجي في فئه عمريه زي مثلا الاطفال اقل من سنتين، الناس الكبار اللي هم اكبر من 65 سنه. تمام، الناس اللي مناعتهم ضعيفه، اللي بياخدوا مثلا كورتيزون او بياخدوا ادويه مناعيه او بياخدوا كيماوي. نعم، او الحوامل، الناس اللي عندهم سمنه مفرطه. تمام، الناس اللي عندهم امراض مزمنه زي امراض القلب والكلى والسكر. طيب، دي كلها ناس مناعتها ضعيف. صحيح، فبالتالي لما المرض هيجي ممكن يعمل مضاعفات. تمام، فهي الفكره في المضاعفات ان هي ممكن تيجي في الفئات دي.
تمام. لكن في اغلب البالغين اللي هم في الشباب المرض ممكن يجي بالصوره العاديه بتاعته اللي هو دور البرد العادي اللي بيروح ويجي والناس متاقلمه عليه وبتتعامل معاه عادي. طب استاذ حاج دكتور ناخد ام شيماء من اسكندريه. برحب بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك اتفضلي اسالي على طول يا فندم. ايوه دكتور، انا سني 52 سنه. ايوه فندم اتفضلي. ليا زي اسبوع كده مش قادره اخد نفسي من الحته اللي في النص عند صدري دي. تمام. والبلع عندي تقيل كده، حاسه لزوري مقفول. فمش عارفه اعمل ايه. في ارتفاع في درجه الحراره؟ لا عندي. تمام. في اسئله ثانيه يا دكتور؟ انا بقى فظيع مش قادره حتى اخد النفس طبيعي، احس زوري مقفول، البلع تقيل، فمش عارفه من ايه. في رشح او زكام معاكي؟ لا خالص، هو النفس بس. يعني من صدري كده تعبني. في صعوبه في التنفس؟ تمام. شكرا. عند حضرتك امراض مزمنه ضغط او سكر؟ عندي السكر، وبعدين انا بشتكي من معدتي دايما وترجيع، فطالبين مني منظار يعني لسه هعمله. تمام. شكرا ليك يا ام شيماء من اسكندريه. حالا الدكتور يا فندم هيجاوب لحضرتك وينصحك. اتفضل يا دكتور. هي الفكره زي ما قلنا ان في بعض الفئات بيبقى المناعه فيهم ضعيفه، زي مريض السكر، مريض القلب، مريض الكلى. تمام. المريض الكبير في السن. في برضه علامات خطر، يعني دي التنفس ده علامه من علامات الخطوره اللي يعني هي الفكره ان ممكن انا اخد دور الانفلونزا واتعامل معاه عادي حتى من غير دكتور زي ما كلنا بنتعامل. صحيح. لكن هي الفكره في علامات منذره بمضاعفات، يعني حته الضيق في التنفس دي علامه منذره. كويس. لازم يبقى لازم برضه ما فيش علاج عن طريق التليفون. لازم المريض يتوجه للطبيب المعالج ليه وهو يفحصه ويحدد له العلاج المناسب. دكتور ايه، بطنه برضو ولا دكتور بطنه او دكتور حميات؟ المهم ان العيان ما ياخدش قراره من نفسه طالما عندي علامه بتدل ان ممكن يبقى فيه مضاعفات. تمام. حته لازم طبعا الفحص الاكلينيكي للعيان، ولو تطلب اشعه لازم هنعمل اشعه عشان نحدد طريقه العلاج اللازمه. ولازم هنعمل تحليل برضه عشان نحدد ده فيروس ولا ميكروب. احنا قلنا ان الانفلونزا او النزلات الشعبيه في اليومين دول اغلبها فيروسيه. لكن ممكن يبقى يحصل التهاب بكتيري ثانوي. فممكن احتاج استعمل مضاد حيوي. من الاخطاء الشائعه اللي الناس بتستعملها انه يروح اي صيدليه وياخد مضاد حيوي من نفسه. واحنا قلنا ان هو التهاب فيروسي، يعني انا بقلل كمان المناعه باستخدام المضاد الحيوي. يبقى انا كده بزود حده المرض. لا، هي لازم اتصرف صح ان انا هروح للدكتور المعالج بتاعي، وفي نفس الوقت العيان اللي عنده ضغط او سكر او اي مرض تاني لازم يبقى متابع المرض ده ومظبطه كويس. يعني انا عندي سكر لازم يبقى سكري كويس. طول ما انا سكري كويس مناعتي كويس يبقى فرصتي في مقاومه المرض احسن. العلاج عاده بيكون عباره عن ايه يا دكتور، او التشخيص بتاعها ممكن يكون عباره عن ايه؟ التشخيص لو هي نزلات برد عاديه بنتعامل بنعالج الاعراض. تمام. لكن لو ضيق تنفس وكده، لكن لو في ضيق تنفس من المضاعفات بتاعت الانفلونزا ان ممكن يحصل لي نزلات شعبيه او التهابات رئويه. تمام. بتعامل معاه على حسب حاله المريض وعلى حسب سنه وعلى حسب الفئه العمريه اللي احنا قلنا عليها الاكثر عرضه للمضاعفات. طبعا في ادويه بنديها مضاده للفيروسات الانفلونزا دي في حالات معينه مش في كل الحالات، زي مثلا المريض اللي مناعته ضعيفه، العيانين اللي احنا ذكرناهم اللي مناعتهم ضعيفه، الفئات العمريه اللي هي اصغر في الاطفال وفي كبار السن، الناس اللي هي برضو عندها امراض مزمنه او عندها سمنه مفرطه، الناس اللي عندها ربو، دي برضو كلها ناس معرضه لمضاعفات الانفلونزا. فبالتالي كل حاله بتعامل معاها على حسب المضاعفات الواردة وعلى حسب الحالة العامة. الحالة العامة هي اللي بتفرق. ما اقدرش احدد علاج لكل عيان والا ما كانش يبقى ليه لازمة الفحص. صحيح. اهم التطعيمات والامصال اللي الواجب ان الواحد ياخدها المفروض، يعني انا على حد علمي قبل المفروض فصل الشتاء، مش في فصل الشتاء نفسه يعني، لكن للاسف كمان مصر في الانفلونزا ما نزلش حتى هذه اللحظه في المستوى اللقاح، مش عارف ليه اتاخر السنه دي. هو بيقول ان هو محجوز في الجمارك لسه متعطل شويه، لان يعني في فعلا الفئات دي هي اكثر فئات هتحتاج مصل الانفلونزا اللي احنا قلنا عليها، لان هم اكثر ناس معرضين للاصابه واكثر ناس معرضين للمضاعفات، فبالتالي هم اكثر فئه محتاجه. صحيح. تمام. هو المصري المفروض في 9 و10 او 11. المفروض في 10. ان الانفلونزا مشكلتها انها بيحصل لها تغيرات جينيه، الفيروس نفسه بيحصل له تغيرات. انا ليه باخده كل سنه؟ لان الفيروس نفسه بيحصل له تغيرات جينيه. يعني الفيروس السنه دي ممكن يبقى غير بتاع السنه اللي فاتت، غير بتاع السنه الجايه. فهو بيتعمل مساحات من الناس اللي عندها انفلونزا خلال العام وبيشوف اكتر فيروس منتشر خلال السنه دي مثلا. وبعمل منه
التطعيم. عشان كده اللي هياخد تطعيم لازم يتاكد انه انتاج السنه دي وسنه ورا سنه بيديني الاجسام الوقائيه اللي هي لازم. هي برضو الفكره في مش في كده، لا ما اقدرش ان انا مثلا طعمت مره ما انا ليه بطعم كل سنه. لان كل سنه الفيروس بيغير بيختلف طبعا، بيحصل فيه طفرات جينيه. فبالتالي الاجسام المناعيه اللي انا بكونها مش هتتعرف على الفيروس الجديد اللي داخل، غير ان انا عندي كذا نوع من انواع الفيروسات اللي بتسبب الانفلونزا. طيب قبل ما نذكره استاذ عك ناخد الاستاذ سيد من بني سويف. برحب بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك. استاذ سيد تحياتي لحضرتك، رجاء بس اسمع لي من التليفون ووطي التلفزيون. استاذ دكتور نلعب ام المعز لو سمحت. اتفضل معاك الدكتور اساله حق سيد. عايز اتكلم مع الدكتور ده لو سمحت عشان فم المعده تعبني جدا. مع حضرتك الدكتور والله سامع حضرتك، بس يا ريت توطي التلفزيون يا حاج سيد عشان خاطر. ماشي يا باشا. اتفضل اتفضل اسال والدكتور سامع حضرتك. ماشي اتفضل يا فندم. فم المعده تعبني جدا. تمام. المشكله في فم المعده بس ولا في حاجات تانية؟ اه فم المعده بس، العظم عندي تعبان خالص. تمام. لا هو فم المعده العظم عندي تعبان جدا. يعني الاكل بيتعبك؟ اه اكل تعبان ما اكلش تعبان. يعني في الحالتين تعبان. وانت جعان وانت شبعان. طيب. شكرا ليك حاج سيد من بني سويف. اتفضل يا دكتور جو. ده ممكن قرحه، دي ممكن تبقى التهابات في المعده. لا يعني مش عايزين نقول تشخيصات برضو من غير لازم التشخيص يكون سونار بالفحص ويكون لو احتجت. لا مش لازم يعني مش كل عيان لازم اعمل له فحوصات. في عيان بالفحص الاكلينيكي ممكن اشخصه واديه العلاج، وفي عيان ممكن اشخصه واديه العلاج وما يتحسنش، ده ممكن بقى ادخل معاه باجراء مثلا منظار. هو بيقول لك باكل ولا في الحالتين بقى. سواء باكل ما باكلش بيبقى تعبان. وطبعا المفروض ان في التهابات في المعده والاثنى عشر. تمام. دي هي ممكن تعمل التعب اللي الناس بتسميه تعب فم المعده او التهابات في المعده. وده بس بتختلف، يعني التهابات المعده بتختلف عن التهابات الاثنى عشر. هو في الحالتين تعبان. فممكن يبقى عنده الالتهاب مزدوج في المعده والاثنى عشر. الحل بتاعها وعلاجها ممكن يكون ايه يا دكتور؟ الحل بتاعها انه برضو احنا انا بحب اكد ان مفيش علاج بالتليفون. لازم العيان يتوجه للطبيب وياخد ويتم فحصه، لان ممكن العيان يكون بيشتكي شكوى اساسها شكوى تانية. هو مش واخد باله. العيان بيشتكي الم القلب ممكن يجي بالم في فم المعده. تمام. نعم. فلاقي الفحص فايدته كده ان انا بقدر احط العيان على الطريق الصحيح، ان انا اشخصه صح واديله صح. حته ان انا اقول علاج بالتليفون، انا ممكن اقول ان هو ياخد حاجات هتهدي الحموضه معاه، حاجات للهضم. بس دي حاجات ممكن ناخدها مبدئيا لغايه ما نتوجه للطبيب ونتفحص صح وناخد علاج صح. طيب معانا الاستاذه لمياء من بني سويف. برحب بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. انا بقدم شكر لقناه مصر الزراعيه كلها. الله يعزك. وكل القائمين عليها، لان بصراحه قناه جميله جدا وبتقدم محتوى جميل جدا جدا. الله يعزك. بقدم الشكر للدكتور لجيب اللي قاعد قدام الشاشه بيكلم الناس. الله. وبحب اقول له انه انا مش متصله عشان اسال في معلومه طبيه ولا اي حاجه خالص، انا بتصل اهنيه بس واقول له بسم الله ما شاء الله عليك، ودايما كده تفيد الناس بعلمك وموفر وربنا يوفقك. طيب انا ببلغ تحياتي لكل القائمين على القناه وتحياتي لكم جميعا. شكرا لك يا استاذ لمياء. تحياتي لحضرتك يا فندم. شكرا لك. اتفضل يا دكتور كامل. بس هي الفكره ان احنا نتعامل صح مع المرض. تمام. يعني مشكله الانفلونزا عموما ان زي ما قلنا ان هي سهله الانتشار. زي ما قلت لحضرتك انت ممكن يجي يعني العيان بيجي يقول لي انا عندي وولادي عندهم ومراتي عندها، فهي الفكره ان احنا ازاي نقي بقى نفسنا. تمام. يعني انا جالي دور برد، ايه دوري انا كمريض؟ تمام. ابسط حاجه ان انا هغطي انفي وبقي اثناء العطس. احنا قلنا ان الفيروس بيتنقل عن طريق الرذاذ اللي بيطلع نتيجه العطس او السعال. اول حاجه انا اعملها كدوري كمصاب ان انا هغطي انفي واغطي بالمنديل اللي هو الكلينكس اللي هرميه بعد كده، يعني حتى ما استخدمش منديل اكتر من مره. نعم. لان لو المنديل ده طلع فيه الفيروس وحطيته تاني صحيح يبقى كده نقلت خدت الفيروس تاني. ايوه تمام تمام. طيب الراحه ان انا ابعد عن الاماكن المزدحمه، دوري كمريض ان انا هبعد عن الاماكن المزدحمه. ما اجيش اسلم على واحد صاحبي وابوسه، دي حاجه ممكن تنقل له مرض. صحيح. ما اجيش في وسط مثلا زحام شديد واقف لان انا هكح او هعطس هنقل لمجموعه. المفروض ان انا بقى انا مش مصاب وقدامي واحد مصاب يبقى على الاقل في مسافه ما بيني وبينه متر. صحيح. عشان حتى لو كح او عطس فتره الرذاذ اللي هيطلع ده ما يوصلنيش.
ممكن برضو اخد العدوى بصوره غير مباشره. نعم. يعني واحد عنده زكام وعطس على الترابيزه دي مثلا، الفيروس بقى موجود على الترابيزه، حط ايده على الترابيزه، وجي بعد ما حطها على الترابيزه حط ايده على ايه؟ على الاخير. صحيح. فخد العدوى، فهو خدها كده بصوره غير مباشره. نعم. فالمفروض برضو ان انا اهتم بنظافه الاسطح عموما. ممكن انا وانا طالع في الاسانسير، صحيح، وحد كان طالع في الاسانسير الزرار زكام صحيح، وعطس ملى الاسانسير كله، لو حتى الزرار كمان اكيد حط ايده في فنظافه الاسطح برضو من العوامل. اهم حاجه في مكافحه العدوى غسيل الايدي، دي رقم واحد في مكافحه اي عدوى. عشان كده بقول لك خلي معاك الجل اللي هو بتاع ودينا، علمنا ان احنا نغسل ايدينا قبل الاكل ونغسل ايدينا باستمرار. صحيح. ودي في مكافحه اي عدوى هي رقم واحد. طيب معانا الاستاذه شيماء، برحب بيك يا فندم. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي تحت امرك. بحب اشكر قناه مصر الزراعيه، الله يعزك، واشكر الدكتور لبيب جدا. انا مش بتصل استشاره ولا اي حاجه، لان انا يعني اعرف الدكتور لبيب، وبحب بس اشكره، اقول انت منور الشاشه، وربنا يا رب يجعلك في تقدم وتالق دايما يا رب. شكرا يا فندم. شكرا. الله يعز حضرتك. واضح كل الناس ما شاء الله. بني سويف، جمهورك بقى في بني سويف يا دكتور. الحمد لله الفضل. طيب نتكلم شويه عن الاكلات اللي احنا ممكن يعني ننصح بيها تحديدا الاطفال في فترات المدارس، الناس اللي بتقضي وقت كبير جدا في الشغل، الناس اللي بتصحى بدري، الحاجات اللي ممكن تقوي جهاز المناعه. زي ما حضرتك قلت ان الامراض الفيروسيه اللي بتكتشف فصل الشتاء بيبقى سبب رئيسي فيها نقص يعني مناعه في الجسم، فبالتالي المناعه ما بتقدرش تقاوم الفيروسات اللي بتدخل بعد كده الجسم. فممكن تنصحنا بايه المشروبات الهامه غير طبعا الامصال والتطعيمات، الحاجات اللي هي الاساسيه؟ وللاسف مصر الانفلونزا ما نزلش هذا العام، فده طبعا ده يكون اكثر عرضه لاغلبيه الناس في فصل الشتاء انهم يصابوا بالفيروس. مشكلتنا دلوقتي ان احنا بنعتمد على الاكلات التكاوي، تمام، ودي اكلات كوليسترولها عالي وما بتحسنش المناعه. نعم. احنا المناعه كانت في الاكلات الطبيعيه، ان احنا نرجع لزي زمان. كان زمان الناس لازم خضار وفاكهه، دي الحاجات، الخضار والفاكهه فيهم فيتامينات ومعادن بتحسن المناعه جدا. احنا في برضو بعض الامهات بتركز على البروتين، اللحمه والفراخ والبيض، هي الحاجات دي مهمه. نعم. بس لازم الغذاء بتاعنا يبقى متوازن بيشمل كل حاجه. يعني احنا عندنا حاجه اسمها الهرم الغذائي، الهرم الغذائي ده بيشمل كل حاجه، بروتين، نشويات، كربوهيدرات، خضار، فاكهه. لازم الغذاء بتاعي يبقى متوازن. اغلب الناس دلوقتي بقت حياتها سريعه، فبقوا بيعتمدوا اكتر على اكلات التيكاوي، واكلات التيكاوي من الحاجات اللي هتقلل جهاز المناعه. تمام. صحيح. ولازم برضو زي ما بيقولوا ايه، البيت الذي يدخله الشمس لا يدخله الطبيب. نعم. التهويه كويسه للمنزل، طبعا احنا بنتكلم على مرض تنفسي، يعني بيتنقل بالتنفس. صحيح. فلما هوي البيت كويس وادخل الشمس، دي برضو من الحاجات المهمه اللي احنا، صحيح، الحاجات البسيطه اللي اي حد ممكن يعملها. التهويه مهمه جدا طبعا، عشان اقلل انتشار الفيروس نفسه في البيئه. ضعيف. يعني هيموت بشويه مطهر، هيموت مع الشمس. صحيح. فهو كل ما قلل الكميات الفيروسات اللي موجوده في الجو، كل ما قللت العدوى. طيب استاذ نيك، بس عشان ما اتاخرش على ضيوفنا على التليفون، ام احمد من القاهره، برحب بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك. ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن حضرتك استشير الدكتور؟ مع حضرتك الدكتور يا فندم، سامع حضرتك، اتفضلي اسالي. ماشي. انا بنتي عندها ضربات القلب سريعه، وبديها يعني دواء يعني بالشام ليها صبح وبالليل، فجالها دور برد امبارح وسخونيه، اعمل ايه؟ نعم. طيب في حضرتك حابب تسالها اي حاجه؟ وكمان يعني السمنه، بحس ان هي السمنه تلاقي هي اللي بتعمل لها ضربات القلب دي، مش عارفه اكلها ايه، يعني ان هي تخس شويه. تمام. تمام. شكرا ليك يا ام احمد من القاهره. طيب معلش ناخد عبده بالمره. استاذ عبده، السلام عليكم يا فندم. الله بركاته. اتفضل تحت امرك. مع حضرتك الدكتور، اساله اتفضل سريع. لو سمحت يا دكتور. والله اتفضل. الو. مع حضرتك، سامعينك يا فندم، موطي التلفزيون، اسمعي من التليفون. اتفضل يا فندم اسال. اتفضل. انا دكتور، انا عندي دور برد كده. الف سلام. جالس بقى له فتره كده بسخونيه وبتاع، وجت من يومين ثلاثه كده جالي رش، وحبه قطع، وجالس بكحه، والكحه يعني ناشفه شويه. تمام. والبرغم غامق كده. تمام. وباخد له دواء، وهل دلوقتي يعني عايز اعرف بس كان مثلا بيخف او بتروح ما بتروحش، البرغم ناشف وغامق كده. تمام. حضرتك بتدخن؟ لا ما بدخنش ولا حاجه. تمام. تمام. شكرا ليك استاذ عبده. اتفضل يا دكتور.
هي بس في معلومة غايبة عن الناس، عشان البنت اللي عندها ضربات قلب زيادة وبتاخد علاج لضربات القلب، ان ارتفاع درجة الحرارة نفسه بيزود ضربات القلب. ففي بعض الناس لما الطفل بيسخن الام بتلاحظ ان ضربات قلبه عالية، فدي بالنسبة لبعض الامهات بتبقى مقلقة. فلازم نعرف ان مع ارتفاع درجة الحرارة لازم ضربات القلب، كل زيادة درجة في درجات الحرارة بتزود 10 درجات في بتزود 10 ضربات في ضربات القلب. تمام. فلازم ده هيحصل. طبعا اللي عنده زيادة في ضربات القلب وبياخد علاج لازم يلتزم طبعا بالأدوية بتاعته. وفي نفس الوقت أدوية البرد اللي موجودة فيها بعض الحاجات بتزود ضربات القلب. وفيها بعض الحاجات ما بتستخدمش للأطفال، عشان في بعض الناس بتاخد أدوية البرد وبتديها للأطفال. تمام. في سن خطر عليه. طيب استاذنك بس نروح فاصل سريع ونرجع نكمل برضو الاجابه الخاصه بام احمد والاستاذ عبده عن استفساراته. فاصل مشاهدينا الكرام، نلقاكم مجددا بعد هذا الفاصل، انتظرونا. مرحبا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم لقائنا حول الامراض الخاصه بفصل الشتاء وكيفيه الوقايه منها. ورحب بضيف العزيز دكتور لبيب مره اخرى. برحب بك يا دكتور. طيب قبل ما نكمل الاجابه بس مع ام احمد وعبده ناخد الاستاذ سامح من العريش. برحب بك يا فندم، تحياتي لحضرتك. اهلا بك يا فندم، صباح الخير عليك. تحياتي ليك ولكل اهلنا في محافظه شمال سيناء ومدينه العريش تحديدا. تحياتي لحضرتك من ارض الفيروز، انا بحيي حضرتك من زلزال الصنده طبعا. الله يعزك حبيبي، تحياتنا لكل اهلنا حبايبنا. اخباركم ايه في البدايه هناك؟ الحمد لله رب العالمين. انا اولا بس بصبح على حضرتك وعلى كل الساده المستمعين وعلى ضيفنا الجميل الدكتور نبيل اللي منور الدنيا. الله يعزك حبيبي، اتفضل يا فندم. الله يخليك. احنا بس دكتور نبيل، بس طبعا حضرتك عارف ان الاطفال دلوقتي في فتره الدراسه بيصحوا طبعا في الفتره الصباحيه. عايز بس اعرف من يعني استشاره من الدكتور نبيل طريقه الوقايه للاطفال عامه، لان الاطفال كلها عيانه دلوقتي. صحيح. تمام. لسه كنت بقول للدكتور لبيب كده والله قبل الموسم ده للاسف يعني صعب جدا. طبعا ربنا يحفظك. احنا طريقه الوقايه نفسها، لان احنا طبعا عارف ان الاطفال كلها بتصحى بدري في الفتره الصباحيه، ونقصه البرد دي طبعا ده كلنا مجربينها. فنطلب من الدكتور نبيل بس طريقه الوقايه. تمام. ويبقى مشكورا وربنا يحفظه يا رب ومنور الدنيا كلها. ماشي، شكرا يا استاذ سامح، تحياتي لحضرتك وكل اهلنا في محافظه شمال سيناء والعريش. بس حاجه بسيطه بس معلش اقول لحضرتك. اتفضل يا فندم. احنا بنطلب من حضرتك بس القناه مصر الزراعيه يبقى ليها انتشار اكتر في الـ في الـ في الـ في, الـ في العريش، يبقى مثلا ليها صفحه على الفيسبوك اكتر. احنا موجوده الصفحه بتاعتنا يا فندم، برنامج ساعه صبحيه، لو دخلت على الفيسبوك كتبت برنامج ساعه صبحيه هتلاقيه جاي حضرتك يا فندم. تمام حضرتك. اي استفسارات اي تساؤلات تحت امر حضرتك. ربنا يحفظك، انا اول مره يعني اشوف القناه وصراحه شيء جميل وشيء مشرف يعني. شرف لينا يا فندم، ربنا يعز حضرتك. تواصل معانا كمان الساده المشاهدين اللي ما قدروش يتواصلوا معانا خلال فتره الاتصالات بالفقره. تمام. بنكمل الاسئله معهم على صفحه البرنامج، نتواصل مع الضيف المختص عشان يديكوا كل المعلومات اللي تفيد حضراتكم. ونتمنى يكون عند حسن ظن حضرتك وكل مشاهدينا يا رب العالمين. شكرا ليك استاذ سامح من مدينه العريش محافظه شمال سيناء الحبيب. اتفضل يا فندم. نبدا بقى معلش ام احمد وبعد كده استاذ عبده وننهيها بقى بالاستاذ سامح بالنصائح. وزي ما قلنا ان ارتفاع درجه الحراره بيزود ضربات القلب. نعم. فبالتالي اي طفل او اي حد عنده سخونه هيبقى فيه زياده في ضربات القلب. فبالتالي الاولى طالما عندي زياده في ضربات القلب وباخد لها علاج يبقى لازم التزم بالعلاج، عشان في بعض الناس لما بيجي لها اي دور وبتروح تكشف عند دكتور وتاخد علاج معين بتوقف العلاج الاساسي. صحيح. اللي هي بتاخده. لا، العلاج الاساسي بتاع ضربات القلب هي هنستمر عليه وهناخد ادويه على حسب برضو حده الاعراض. احنا قلنا ان هو برضو بنرجع ناكد ان هو التهاب فيروسي. طبعا. التهاب فيروسي يعني في اغلب الاحوال ما بيحتاجش مضاد حيوي. تمام. ممكن ادي ادويه برد، بس ادويه البرد كلها مش مسموحه في الاطفال، وبالذات الاطفال اقل من 6 سنين. تمام. نعم. في بعض الامهات بتروح من نفسها تروح جايبه اي دواء برد وتدي. انا بشوف ادويه برد بتاخد في سنتين وفي 3 سنين. في بعض الادويه من زي ما قلنا فيها ماده مضره بالاطفال. نعم. فمش ما نتصرفش من نفسينا. صحيح. لان كل سن وليه الادويه الخاصه بيه. نعم. وفي ادويه اللي بيحدد الادويه المسموح بيها في اي سن دي هيئه الغذاء والدواء الامريكيه، ودي هي اللي بتقول هندي في سن كذا ومش هندي في سن كذا، الدواء ده مسموح في سن كذا ومش مسموح في سن كذا. بعض الناس بتبقى غايبه عندهم المعلومات ديت وبيتصرفوا بالخبره. فممكن التصرف نفسه يبقى غلط وبدل ما اعالج اضر. تمام. فلازم ارجع برضو للطبيب المعالج عشان اعالج صح. تمام. زي ما قلنا ان كل حاله ليها تقييمها وليها علاجها.
ممكن حاله تبقى اعراض بسيطه وتحتاج علاج بسيط، وممكن حاله زي الطفل اللي عنده حساسيه انف او حساسيه صدر وده معرض اكتر للمضاعفات، لما يجي له دور برد هيبقى معرض اكتر للمضاعفات. فده لازم، لا لازم هتدخل معاه تدخل قوي، لو محتاج مضاد حيوي، لو انا شكيت ان في التهاب بكتيري ثانوي هدي مضاد حيوي. نعم. لو مش قادر اميز هعمل التحليل المطلوب، هعمل اشعه السطر، احدد الحاله واقيمها وبناء عليه هدي العلاج المطلوب. تمام. ده برضو بالنسبه للمتصل الثاني اللي هو برضو بيشتكي من دور برد مع بلغم. تمام. صعب. احنا زي ما قلنا في الشتاء بتكسر الادوار، ادوار البرد الفيروسيه. نعم. تمام. وزي ما قلنا مع بعض الناس زي مرضى السكر ومرضى الكبد والكلى والامراض المزمنه، وبالذات الامراض اللي عندهم، الناس اللي عندهم حساسيه على السطر. تمام. دول اكثر عرضه برضو للمضاعفات. تمام. فبالتالي لازم اعالج على حسب الحاله، لازم اخد علاج بناء على كل حاله على حده، مفيش علاج عام. تمام. في بعض الحاجات انا ممكن اجيبها من نفسي، يعني لو انا هتعامل بقى بصوره بسيطه زي ما الناس بتتعامل، ممكن هجيب دواء كحه. في برضو بعض ادويه الكحه بالعسل، دي برضو ممنوعه لمرضى السكر، عشان برضو دي معلومه غايبه عن بعض الناس. في بعض الادويه الكحه فيها مواد ممكن ترفع الضغط، فبرضو لما اجيب حاجه تتناسب مع المرض بتاعي. صحيح. لان انا ممكن اجيب حاجه اعالج حاجه واضر حاجه تاني في جسمي. تمام. لازم برضو في المريض الضغط والسكر لازم يلتزم بعلاجه، ومش بس يلتزم، يبقى العلاج ده مظبط معاه ضغطه وسكره، لان احنا برضو عندنا مشكله ان العيان بياخد علاج السكر وما بيهتمش، وعلاج الضغط وما بيهتمش. يعني عملت تحليل سكر، اطمنت ان سكرك كويس، بتقيس الضغط ومطمن ان الدواء اللي انت بتاخده مظبط الضغط معاك. دي حاجات اساسيه، دي بيسموها الاساسيات او العلامات الحيويه عند اللي هي الضغط والحراره والتنفس. الحاجات دي هي اساس الجسم. صحيح. فلازم تبقى متظبطه كويس، ما ينفعش ان انا اعالج مرض والسكر عالي، اعالج دور برد والسكر عالي، لا. صحيح. لازم الاساس ان انا ابقى متحكم في ضغط وابقى متحكم في السكر. نعم. فلازم ابقى باخد الادويه بتاعتي بانتظام واعالج بقى الدور اللي جاي. تمام. كان استاذ سامح العليش بيقول لك الحاجات اللي احنا ممكن تنصحنا بيها عشان خاطر الطلبه والطالبات اللي بيروحوا المدارس الصبح بدري، ويمكن العريش من المحافظات اللي هي يعني فيها درجات بروده منخفضه شويه وبتعرضوا لتيارات هواء، فممكن تنصحهم ايه واكتر الحاجات اللي تحاول يعني تقول لهم ياكلوها خاصه في فصل الشتاء تحديدا يا فندم؟ هو طبعا احنا قلنا ان طرق الوقايه، ان اهم حاجه لازم الشخص المصاب اولا يبعد عن الازدحام. طيب. لازم الشخص المصاب نفسه هيريح، يريح في البيت، ما يروحش لو طفل مصاب ما يروحش المدرسه، عشان اتجنب انتشار العدوى. صحيح. لان انا بنقل بالتنفس عن طريق الرذاذ، فاي طفل هيكح في فصل. صحيح. وفي حضانات كمان ومدارس ما بيقبلوش الاطفال احيانا، ما بيكونوا تعبانين. فهي الفكره في كده، ان انا لازم اقلل مصدر العدوى، الشخص المصاب عندي هو مصدر العدوى، فبالتالي لازم ابعده عن الناس الاصحاء. تمام. تمام. طب الحاجة التانية، دور انا بقى، انا عرفت ان في واحد مريض، دور انا زي ما قلت انا هبعد عنه على الاقل مسافة متر. صحيح. عشان اتجنب الرذاذ بتاع السعال او العصب بتاعه. تمام. صحيح. زي ما قلنا برضو نظافة الاسطح، التغذية كويسة. في الاطفال بالذات لازم التغذيه، الخضار والفاكهه خاصه في الوجبات الغذائيه بتاعه الاطفال في المدارس. يمكن لو تفتكر زمان احنا دكتور كنا ناخد سندوتش الفول مع طماطمايه مع خياره، دلوقتي اللانش بوكس اختلف خالص، يعني تلاقي سندوتش بانيه وسندوتش كفته، ما فيش لا خيار ولا خضار ولا حاجه. بنقوله ان هو الخضار والفاكهه ان احنا نرجع للطبيعه. ايوه بالظبط. تمام. كمان نبعد كمان عن الفينو، لان في ناس بتقول لك لا ده انا ده شياكه وجميل ان انا ادي ابني الفينو. بالعكس، العيش البلدي فيه العناصر الغذائيه اللي ممكن تمد الجسم، انك انت تقوي جهاز المناعه بتاعتك، كمان تخلي الولد يعني ياكل سندوتش واحد بسم الله ما شاء الله يعني طول اليوم قادر. بالظبط. عشان كده احنا بنلاحظ ان الامراض دلوقتي بتكتر، لان احنا ما بقيناش، بعدنا عن الطبيعه شويه. صحيح. والاكل الصحي مش بالفينو مش بالفينو. تملي الخضار والفاكهه هم اساس المناعه. صحيح. لو نرجع للطبيعه ونرجع للاكل الصحي بتاع زمان. صحيح. طبق السلطه اللي كان موجود على كل سفره فين دلوقتي يا دكتور؟ مفيش. حتى الوجبات التكويه يحطوا لك طبق يعني حتتين قد كده ما يكفوش العناصر اللي هي موجوده. هو ده برضو بسبب، يعني هو ده سبب ان المناعه قلت، فبالتالي اي دور باخده بيبقى دور صح. صحيح.
يعني حضرتك تنصح بالخضار والفاكهه كوجبه اساسيه في الثلاث وجبات، يعني زي في الفطار لازم يكون معايا سلطه وخضار وفاكهه، وكذلك الغداء وكذلك العشاء. ويمكن دي النصيحه اللي ممكن نقولها كمان للطلبه والطالبات، حلو انك انت تحط في لانش بوكس بتاع ابنك مع السندوتشات خياره، قطع شرايح طماطم، شرايح جزر، الحاجات الجميله دي اللي هي بتقوي منها، صح كده دكتور؟ طبعا اكيد. طيب المشروبات الفريش وتحديدا المشروبات اللي هي فيها فيتامين سي زي البرتقال، واحنا خلاص في فصل الشتاء بكثر فيه البرتقال واليوسفي والليمون، اهميتها بقى وقيمتها، هل ده ممكن تساعدنا في رفع جهاز المناعه بتاعنا، تقويه الاطفال بحيث ان هم يكسبهم بشكل كبير جدا المناعه من خلال فيتامين سي اللي موجود في هذه المشروبات؟ هو احنا تملي التغذيه كويسه هي اساس المناعه. تمام. وطبعا برضو النوم كويس، يعني برضو لازم الاطفال تنام كويس. حته ان انا قاعد على التاب ولا قاعد على الموبايل ولا قاعد دي برضو حاجات من الحاجات المستحدثه اللي بتستهلك ذهن الطفل وبتخلوش ينام كويس، وبالتالي المناعه بتضعف. التغذيه كويسه زي ما قلنا بالخضار والفاكهه. بعض العناصر طبعا الغذائيه والفيتامينات مهمه جدا في رفع المناعه، منها فيتامين سي اللي احنا مشهور عندنا في الفواكه زي البرتقال مثلا وفي العصير الفريش. دي مهمه جدا في رفع المناعه. في فيتامينات تانية مهمه زي فيتامينات به المركبه زي الزنك زي السيلينيوم. الحاجات دي كلها مهمه لرفع المناعه. بس انا لو خدت غذائي متوازن يبقى انا هاخد كل العناصر الغذائيه اللي انا محتاجها عشان اكتسب مناعه قويه. لو حضرتك ذكرت جزئيه في غايه الاهميه، حته السهر والناس اللي بتقعد على اللاب او التاب بشكل كبير جدا، الحاجات اللي مش مدركاها اغلب اولياء الامور ان كل ما زاد سهر ابنك وقعده على هذه الاجهزه الالكترونيه كل ما قل جهاز المناعه بتاعته، فما تستعجبش لما تلاقي ابنك بيسهر لحد وش الفجر وفي الاخر بتقول ده على طول بيتعب. فدي من الاشياء اللي يمكن ذكرها ولفت انتباهنا ليها الاستاذ دكتور لبيب، وده لازم ان احنا نعدل ده في سلوكياتنا لان ده في غايه الاهميه. لا قدر الله الموضوع ده لو تطور بالتالي بتلاقي المناعه بتاعت ابن او بنت حضرتك لا قدر الله بتتدمر. فمليون سلام على حضراتكم، نتمنى يا رب ان احنا نتمتع في فصل الشتاء بالصحه والعافيه لو اتبعنا الخطوات الاساسيه والثقافه الصحيه خاصه في التعامل مع الامراض الفيروسيه في هذا الفصل. ان شاء الله ما حدش هيصيبه باي دور برد او اي من الامراض الموسميه في هذا التوقيت. بشكرك جدا دكتور لبيب، نورتني وتحياتي لحضرتك. شكرا ليك دكتور لبيب عباس حافظ، اخصائي الحميات والامراض المعديه، نائب مدير مستشفى حميات بني سويف، عضو فريق الاستجابه السريعه بني سويف. شرفتني فندم، تحياتي. شكرا لحضرتك. ايضا بشكر حضراتكم مشاهدي الكرام لحسن المتابعه، وبشكر زميلتي العزيزه مها سميح اللي كانت معايا في تقديم البرنامج في البدايه، كل الشكر والتقدير. ان شاء الله غدا اللقاء يتجدد مع كرو عمل جديد برنامجكم ساعه صبحيه، اما انا بمشيئه الله القاكم مجددا يوم الاحد القادم. تحيات فريق العمل وتحياتي عاصم الشندويلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.